عرفني انا توت مني. لو سمعنا منك دلوقتي اغنية شعبية نختم بيها حلقتنا، ايه الاغنية الشعبية اللي تغنيها والمين؟ عدوية ولا عبد الباسط حمودة ولا لازم نسمع منك؟ سراج مزنوق يا جدعان، هقول ايه؟ اعمل ايه؟ اغني شعبي دلوقتي؟ يعني بص انا سمعتك في اغاني كتير قديم وجديد وحاجات خاصة بيك، بس لاول مرة جمهورك الفانس هيسمع محمد سراج في اغنية شعبية. يلا. تمام، ممكن دي بقى ايه؟ هغنيها لك من غير جيتار. اوكي تمام، تغني لمين؟ طيب هغني طبعا لاحمد عدوية. اوكي، اغنية ايه؟ هنقول بقى اللي بتنقذنا في المواقف دي يا بنت السلطان. تمام. فممكن نقول يا بنت السلطان حلمك على الغلبة، المية في ايديكي وسراج عطشان. يا بنت السلطان حلمك على الغلبان، دي المية في ايديكي وسراج عطشان. وسعيد يا حلوة سعيدة ياللي بلادك بعيدة، أموري وانا جيلك ماشي لما المصر الجديدة. واسقيني اسقيني اكتر، المية في ايدك سكر. وسقيني سقيني اكتر، المية في ايدك سكر. يا نادية يا حسني حلمك على الغلبة. ده انا اول مرة في حياتي اغني شعبي. على فكرة انا شفت لك فعلا برامج كتير شاركت فيها بس عمري ما سمعتك شعبي. وانا بغني شعبي؟ لا أنا لازم نسمع مبسوط. حاجة مبسوط اول ما غنيت شعبي ان انا غنيت معاكي. انا اكتر، وليا الشرف ان انا اغني طبعا يا بنت السلطان، وليا الشرف طبعاً ان انا كنت معاكي. العدوية يعني حاجة جميلة. اكيد طبعا طبعا اكيد. ميرسي جدا ليك يا محمد. انا بشكرك، نورتني. والحقيقة الحوار كان معاك دمه خفيف. ربنا يخليك. وانت شخصية لطيفة وما شاء الله عليك موهوب. ربنا يخليك. واتمنى لك طبعا ان الفترة اللي جاية يكسر الدنيا الالبوم الجديد ان شاء الله باذن الله. بدنا تحدي طبعاً. وان شاء الله ما يبقى بدنا تحدي ابدا. اكيد ان شاء الله باذن الله. واتمنى ان الحلقه تكون خفيفه على بتفرجوا علينا كلهم. وبشكرك جدا، وبشكر قناه دريم، وبشكر كل الكرو اللي موجود. وان شاء الله يبقى وشكم حلو على سراج دايما، ونبقى موجودين مع بعض سوا. يشرفني. ميرسي جدا ليك.